بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. هذا نداء إلى كل عارف ومن ليس بعارف أن يتابع هذا البرنامج عبر شاشة الشريق الفضائية وعبر إذاعتها FM 94.4 لما له من فوائد جمة، وهذا بشهادة جمهور المشاهدين والمستمعين، لأن لا نبغي منه إلا وجه الحق سبحانه وتعالى. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بفضيلتكم في الحلقة الجديدة وعد الحق. أهلا وسهلا، ونقترب من الجنة أكثر فأكثر إن شاء الله. حدثنا فضيلتكم في الحلقة الفائتة حول مفاتيح الجنة. نعم. الآن نقترب إلى الأبواب بإذن الله رب العالمين، لأبواب الجنة. أبواب الجنة، نعم، بأمر الله تبارك وتعالى نشم هذه الريح الفيحاء، الله أكبر، وهذه الروائح الزكية التي تنبعث منها. اللهم اجعلها ليس استماعا فقط وإنما يعني عملا وفعلا، يعني من كرم الله علينا في الآخرة إن شاء الله يا رب. هذا ما نبغيه من هذا البرنامج يعني. يا رب يا رب. الطريق للجنة سهل أم صعب؟ لا صعب صعب صعب. اللي نتعرف على هذا الطريق ان شاء الله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وابواب الجنه، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشارقة 94.4 FM، نحيي حضرتكم مجددا ومعنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك مره اخرى. مرحبا. تحدثنا كما قلنا عن مفاتيح الجنه التي توصلنا وتقربنا منها شيئا فشيئا، واليوم بمشيئه الله تبارك وتعالى نتحدث عن ابواب الجنه. هل لها ابواب ام الابواب هذه عمليه رمزيه، مع ان الابواب ورد في سوره الزمر من القران الكريم؟ نعم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قبل ان نقف على ابواب الجنه لابد من اعطاء عده ركائز مهمه. نعم. الركيزه الاولى ان الجنه هي سلعه الله. يعني انظر سلعة الله. سلعة الله. والنار. والعياذ بالله رب العالمين، هذه يعني عذابه يعذب بها من يشاء من عباده. يعني اذا قلنا ان الشركة الفلانية او المؤسسة الفلانية او المصنع الفلاني ينتج كذا. نعم. هذه سلعة الشركة. سلعة المؤسسة. صحيح. ولله المثل الاعلى. سلعة الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلام. فانظر إلى هذه السلعة العجيبة وهي غالية. يعني الله عز وجل هناك سوف نرى أن هناك جنة من الجنات غرسها الله سبحانه وتعالى بيده. بيده. فردوس غرسها رب العباد سبحانه وتعالى بيده. فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا أمر. الأمر الثاني أن أعظم نعيم في الجنة يرتكز نحو ركائز أربعة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد. أم اثنتان؟ لا يعني هذه واحدة تخص الحالة النفسية. لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. هذه لأصحاب الجنة أجمعين أم لفئة بكل كل داخل الجنة. ثم لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. صحيح. الجنة فيها يعني بيع وشراء، ولكن العملة المتداولة سبحانك اللهم. تقول سبحانك اللهم يأتي لك ما تريد. كلمة السر. دعواهم فيها سبحانك اللهم. هذه سبحانك اللهم، تريد طيرا يطير هكذا. تريده
في طبق من فضة او من ذهب او من لون ايا كان. تقول سبحانك اللهم تجد مشويا ويعلم نيتي وقتها وما اريد. نعم نعم. وسبحانك اللهم تطلق على ماذا؟ توجه الى ما تريد من نيتي. سبحان الله. هذه الركيزة الثالثة. الركيزة الرابعة هي التطلع الى وجه الله الكريم، وهذا اعلى مقام في الجنة. ينظرون الى وجه ربهم بكرة وعشية. ووجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. ناظرة. بس وجوه معذرة خاصة بفئة محددة فضيلة الشيخ. كل من يدخل الجنة وجوه ناظرة. نظرت وجوههم بطاعة الله في الدنيا وبرضا الله في الاخرة. جميل. قبل الدخول هم عبروا على حوض الكوثر فشربوا. حوض الكوثر بعد الصراط ما شاء الله. وحوض الكوثر قريب من الجنة. نعم. اخر مرحلة من مراحل الحشر حوض الكوثر. حوض الكوثر. فيشرب. تظهر في وجهه نظرة النعيم. ويسلم منه الغل والحقد. فيدخل الجنة صافي النفس. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، بحيث انه لما يشرب من حوض الكوثر تنزع هذه التي اتعبته في الدنيا، حتى لو راى من ظلمه. من ظلم، لكن عوت هذا الظالم بانه يعني كان هناك مقص حساب، فدخل هذا الانسان الى الجنه. لا. لا يشعر الانسان نحوه بحقد او غيره او اسى او الم، انما كل هذا في الدنيا. فقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. خلاص. جميل. خلاص. الذي احلنا دار المقامه من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ذنوب، لا تعب ولا نصب ولا كلام ولا. سبحان الله، يكفي انك لا تستمع فيها الا الى الكلام الطيب. ولذلك كما كان يجلس في الدنيا مع اهل الخير يسمع الكلام الطيب ويستمع الى الكلام الطيب، لن نتيجته لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة هذه لاخواتنا. بعض الاخوات تظن الواحدة منهن انها مجبرة على ان تتزوج هذا الرجل الذي سامها سوء العذاب في الدنيا. نحن نطمئن الجميع بفضل الله عز وجل يوم القيامة. يوم القيامة في الجنة ان شاء الله لن تتزوج الا من ترضى عنه. بس بمعنى انها مش مجبرة ان تتزوج رجل الدنيا، هي تخير. تخير. حتى قالت ام سلمة يا رسول الله تتزوج المرأة منا الرجل والرجلين، يعني يموت واحد او يطلق تتزوج اخر. ايهم تتزوج في الاخرة؟ قال تتزوج احسن. قال صلى الله عليه وسلم تتزوج احسنهم خلقا، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة. يعني اذا احيانا بعض الاخوات يقول لك يعني 40 سنة في الهم، ما لسه من هتزوجون هذا الرجل تبقى هذه كارثة. فهذه تطمئن الجميع. هذا امر. هي ماذا الحور العين خاصة بالرجال ام لا؟ احنا هناتي الحلقة عن نساء الجنة وقضية الحور العين، لان اول ما الكل يتكلم عن حور العين اخواتنا الباب ويزعلوا وتبقى مشكلة كبيرة، واحنا سوف يعني نطرحها على بساط يعني تحت. طيب يعني ضميمة الى ما تفضلتم به الان، من يتزوج في الجنة يتزوج من بني جلدته؟ ايوه. من ما النساء في الجنة، النساء في الجنة نوعان. نوع خلقهم رب العباد، خلقهن رب العباد سبحانه وتعالى يعني بكون فيكون، بحيث يعني يغنينا ده صوت روحاني لغة أهل الجنة. لذلك يقول من سمع غناء الدنيا لن يسمع صوت الروحانيين في الجنة. روحانيين حور العين. يقول نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا، المقيمات فلا نظعن أبدا، الشابات فلا نهرم أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس اكيد مش هذا الصوت الاجش الذي اقول انا به. هذا صوت جميل. لا يعني مش من هذا الصوت. ملائكة. لا، الحور العين دور كل فيكون. يعني يرى بياض وجهه في صفحة خدها لو تفلت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتا، ولو اخرجت امولها في الليل البهيم لحولته نهارا مشرقا. طب وزوجته في الدنيا؟ زوجته في الدنيا الرئيسة. هي دي تشتغل عندها جارية. يا الله. فضلت عليها بعملها في الدنيا. وربنا يشيل الغيرة دي في سوف نرى مسألة العواطف دي. يعني اذا اراد ان تكون زوجته معه في الجنة
لا كثير كثير. أن يكون معه بأمر هكذا لا 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 يعني كثير من يعني إذا أراد أن يتزوج من أخرى كثير من كثير من الأزواج في الدنيا من رضاه على زوجته يتمنى أن تكون هي زوجته أيضا في الآخرة وهكذا كثير من الزوجات بفضل الله لكن المهم يعني تشوف ما فيش هم في الآخرة خلاص لا يعني أنا بقول لو واحدة تزوجت في الدنيا وزوجها سامها سوء العذاب في الدنيا يكون من نصيبها في الآخرة لا خلاص يعني احنا غلقنا الموضوع ده لا طبعا يعني يحزنها دنيا وأخرى لا مفيش خوف في الآخرة تختار ما هي معنية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خلاص يعني فهذه بعض النقاط السريعة قبل الحديث عن أبواب الجنة تعال إلى الأبواب أبواب الجنة أبواب فعلية فعلية قال صلى الله عليه وسلم إن باب الجنة يسير الفارس الفرس المدمر بتاع السباق يعني ما بين عقب لبتيه عقب يعني من اول الباب لاخر الباب يصل اليه بعد 40 سنة الباب الفرس الواحد يصل من اول الباب لاخره 40 سنة طول الباب طول الباب الذي يتأخر وهذه الابواب مفتحة لكن عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وسوف نأتي عندما يدخل الجنة وهو أول الداخلين إليها قال أقعقع حلقة الجنة أقعقع يبقى في قعقع بمعنى يعني ليها زي سماعة زي نحن نقول سماعة على الباب أو شيء من هذا الرسول أو البطاقة اللي كانت على البيوت هذه أقعقع حلقة الجنة ولكن صوتها صوت لم نسمعه من قبل ما في الآخرة من دنياكم إلا الأسماء فقط بس عشان نفهم لكن ابواب نعم لها ابواب لها ابواب هل ورد شيء في وصف هذه الابواب من خشب من حديد لا الله اعلم ما وصل يعني لا وبعدين هذه الابواب بعد دخول اهل الجنه بعد ما تفتح هي مغلقه فيفتحها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لاحد قبله عليه الصلاه والسلام فلما تفتح يعني يقول يعني اني رايت الليله عجبا رايت اني اقعقع باب الجنه فإذا بي بأبي بكر في الرؤية بجواري يعني فقال أبو بكر وددت أن أكون معك يا رسول حتى أراها قال أنت معي يوم القيامة يا أبو بكر يا سلام فتفتح وتظل مفتحة خلاص مفتحة لهم الأبواب هذه الجنة لما تفتح الأبواب تظل مفتحة كم باب ثمانية ثمانية أبواب لكن الجنة درجات والجنة بدرجاتها سوف نأتي درجات عليا درجات عليا أم في مستوى لا درجات عليا عليا ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض الله أكبر لك إيه له إيه الدرجات العلى في درجات عليا وبعدين في جنات المأوى أم كنت من العائلين مثلا لا عليا بعلو المكاني المكاني وعلو مكانه وعلو مكان وعلو مكانه كل درجة لها باب لأن قلنا إن النار دركات صحيح فالجنة درجات لأعلى ما بين الدرجة والدرجة سبحان الله كما بين السماء والأرض والجنة ليست جنة واحدة أو الجنة نفسها ليست جنة واحدة يعني وليه جنات مثلا جنات المأوى لدرجة من الدرجات يوضع فيها ناس معين سوف نأتي صحيح سبحان الله في الدرجات العلى هذه الله أعلم كم هي علوها لأن قلت يا رسول الله هل ابنها مات شهيد يعني في الجنة فأصبر لما استشهد يعني وكان وحيدها أم في النار فأبكي عليه الزمن كله أو العمر كله قال اصاب ابنك الفردوس الاعلى اللي في فردوس اعلى هذه اعلى درجه الفردوس اللي هي درجه الرسول صلى الله عليه وسلم في فردوس غير اعلى لا 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 الفردوس الاعلى يعني دي الفردوس الاعلى اللي هي مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان سقف الفردوس عرش الرحمن يا سلام مملكه اخرى ده موضوع اخر سبحان الله اذا سالت عظيما فاسال عظيما فان سالت رب العباد اسأل الله الفردوس الأعلى أعلى درجات الجنة اسأل أعلى أنت تسأل الكريم من يعطيك غير الكريم الله يعطيك أنا مأوانا يا رب لا يعطي لا أنا ولا غير يعطيك لأنما الذي يعطيك الكريم سبحانه وتعالى وأنا أسأل الكريم الفردوس الأعلى بالتأكيد الكريم فرض علي بعض الأعمال التي توصلني إليها ما احنا سوف نأتي لهذه الأعمال وكيف نصل إلى لنقف على باب الجنة إن شاء الله لندلف إليها بإذن الله
ما الأعمال التي توصلنا إليها؟ تعال إلى نرى من هم أهل الجنة، من اللي يدخل من الأبواب، احنا عندنا أبواب اهي، من الداخل؟ طيب تعال إلى كتاب الله، لا بأس. تعال يا سيدي سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد الضميمة دائما في القرآن الكريم، آمنوا وعملوا. مفيش إيمان من غير عمل صالح. واحد يقول لا 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 أنا يعني إن شاء الله رب العالمين يعني دعيت من الصلاة والحجاب والعدالة، لا لا شوف المهم في الإيمان. لا بينه وبين ربنا، لا لا مفيش قلبي مليان بذكر الله، اللي بذكر الله يبقى ينطلي هذا على جوارحه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من غير عمل صالح الإيمان لا يصلح. مفيش انت من يصنع المنكر يقول بينه وبين الله عمار، لا لا لا, 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 لا هذا بينه الله. هذا في قلبي خراب، سلم يا والعياذ بالله. والذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. إذا تفاح وبرتقال وأتوا به متشابهة في عشان ما يصدر. تقول الملائكة يا ولي الرحمن كل إن اللون واحد ولكن الطعم مختلف. يا سلام، ده شيء ده أعد من رب البشر لك. المسألة هنا مختلفة، المسألة هنا مختلفة. هو في أكل في الدنيا ملوش فضلات؟ لا، لكن في الآخرة الرشح كريح المسك. الجنة دي شوف لا فيها عرق ولا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا مخاط ولا قيء ولا مني ولا منية. سبحان الله. لا كل المنغصات اللي في الدنيا مش موجودة. سبحان الله. ولذلك لا يوجد ازواج مطهره. هل بينهم علاقه في علاقه الدنيا بين الزوج وزوجه؟ الله اكبر. الجنه؟ نعم نعم. بغير ماهيه الدنيا؟ لا بنفس ماهيه الدنيا. عجيب. لا. سبحان الله. وازواج قال ايه؟ في شغل فاكهون. مش شغل. لا ما في شغل في الجنه. شغل. شغل. القران في لانه قمه الادب العربي وقمه الحياء وقمه شغل فيكون هم وازواجه. في شغل فيكون هم وازواجه. صح. هذا المنطق. نعم. ادي يا سيدي ايه البقره الذين امنوا وعملوا الصالحات. خلاص؟ طيب. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم. يرزقوني بإذا إيه؟ القتل في سبيل الله. سبحان الشهادة. الله. شهادة. الله أكبر. أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنتم يا أحياء لا تشعر يا من في الدنيا لا تشعرون أن هؤلاء في جنات عرضها السماوات والأرض. راتب الجهاد في سبيل الله، القتل في سبيل الله، من يقتل؟ في سبيل الله. يعني أنا يعني معذرة نود أن نسأل الأسئلة على هامش السيرة. نعم نعم. الاستشهاد في سبيل الله في ماذا تحديدا؟ في الحرب؟ أيوة في الحرب. يعني رجل يذهب الى العمل ويموت يعني هذه درجه من الشهاده. يعني اللي ايه اللي مات في الغريق الحريق اللي مات مبطون اللي مات مطعون واللي وقصته دابه قالوا الحمد لله شهداء امتي كثير. لكن الشهاده الدرجه الاولى اللي تموت بها الجنه اللي هي الدرجات العليا دي اللي هو حي يرزق سبحان الله. يعني اللي هو الذي لا يصل يعني لا يغسل وانما يكفن في كفنه. فتح الله لك. هذه التي ايه الاسرة ده اللي قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. صحيح. قصصنا من قبل عن سعيد بن زيد. نعم. سعيد رضي الله عنه لما لم ينم عدة ايام واقصر عليه اخوه ان يدخل الخيمة لينام كان في القادسية. سعيد احد العشرة المبشرين بالجنة زوج فاطمة بنت الخطاب. نعم. فسعيد قال لو اخو اقسمت انتنا دخل اخو قاعد على باب يجلس على باب الخيمه فسمع سعيدا يتكلم فخاف ان يكون طويقه الخيمه ودخل حد من الاعداء وسعيد احد قواد الجيش فدخل يقول والله لا اريد ان اعود يا عيناء يا مرضيه فايقظوا خاف قال في شيء في قال يا سعيد يا سعيد فايقظ سعيد قال له جزاك الله عني قال له قل خيرا قال له يا رجل لما ايقظتني قال له ما الذي حدث قال له رأيت رؤيا قال له قصها علي قال له استحلفك بالله قال لا تقصها إلا بعد أن أموت فوعده قال له أنا منت
كأن القيامة قد قامت. هم مشغولين بالآخرة دايما. نعم سبحان الله. احنا مشغولين طبعا تنام تشوف البورصة والشاشة والدولار اللي نزل والاسترلين اللي طلع وسبحان الله شغالين نفسنا بالدنيا كده. اشغل نفسك لكن بحدودها ما تبقاش كل الوقت. المهم فده وسيلة. فكان القيامة قد قامت ومنادي من ينادي من تحت العرش قد رضي الله عن سعيد بن زيد. شفافية عجيبة. فإذا بثلاثة من الخيول المطهمة، اثنان فوقهم ملكان والثالث بينهما، اركب يا سعيد لنوصلك إلى ما أعده الله لك. قال فسرنا ففتح لنا باب الجنة. فدخلت فرأيت نسوة كالأقمار ليلة التمام. قلت هل أنتن الحور العين التي قرأ سورة؟ واحد لا ينظر، واحد غاضب بصره دايما. هل أنتن الحور العين التي حدثنا رب العباد عن كنا في القرآن؟ قلنا لا، نحن خدم من خدمهم. فيمشي إلي إيه أجمل، يقول أنتم الحور العين، يقول لا احنا خدم من خدمهم. إذا أن رأيت ثلاثة اثنتان منهما كالقمر ليلة التمام أو كالبدر ليلة التمام وواحدة كالشمس تشع بنورها عمن حولها. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة. من أنت؟ قالت أنا العناء المرضية، أنا زوجتك في الجنة. فمددت يدي لأصافحها، ما زوجت حالها. قالت إليك عني يا سعيد، أنت ما زلت في الدنيا ولكن تحل عندنا بعد كذا. فقلت والله أنا لا أريد أن أعود، أنا لا أريد أن أعود، مرحبا بك يا عناء مرضية وأنت توقظني. يا الله أنت يا الله. المهم أنت أيقظتني الآن. الله يبارك الله أكبر. مرت أستريخ الصحابة، أنا يؤذيني أن أبناءنا لا يدرسون تاريخ الصحابة. هذه مأساة يا هذه مأساة. يعني كل أولادنا مهتمين بجمع. ماشي ادرس نابليون يا سيدي، بس على هامش التاريخ. ادرس مش عارف مين، على هامش التاريخ، لكن الصحابة. المهم في اليوم التالي أو الثالث من هذه الرؤية، سعيد يوم خميس صائم. هي قالت بعد ثلاث. قالت بعد ثلاث. قالت بعد ثلاث. فصائم. فقرص الشمس يسقط وتأتيه أو يأتيه سهم غرب فيقع على الأرض. طائش يقع على الأرض. فيرى أخوه علي عن عينه علي مركز عليه وشاف. سبحان الله. قال أين الإفطار يا سعيد؟ قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. جاءت. يا الله. تستقبله في الدنيا. يقال ان زوجات المؤمن من الحور العين اذا اذته زوجته قالت الحور العين اتق الله سوف يرحل عنك وياتي الينا. ها ليه كده؟ ليه ده مؤمن مسكين سبحان الله. والزوجه التي يتركها زوجها اين تذهب؟ تختار؟ تختار تختار طبعا بفضل الله. من 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 صناعه خاصه ايضا لله. لا 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 تختار ما تشاء من 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 من, من, من سكان الجنه. شوف الله سوف يرضي الجميع. يعني بدأ الكلام في الدخول في الموضوع ده يعني ايه اصل احنا بنفكر بتفكير الدنيا. شوف الخير كله والفضل كله والنور كله والكرم كله والعز كله والرضا كله من الله كله. ونعم بالله. بس عشان بس ده يعني طب الاستشهاد في سبيل الله. سبيل الله. طب يا سيدي تعالى لآل عمران وسارعوا الى مغفرة من ربكم. عايزين نقف عند هذه الآية طويلة. نعم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيها تنظير في سورة الحديد. نعم. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. صحيح. طيب. وسارعوا. شوف في المشي في مناكب الأرض. أصل نهاية الآية الآية هنا سوف الجنة. 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 هنشوف هنشوف مين صفات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. نهاية الآيات. بس عايزين نشوف من هو هؤلاء. أولا السير في مناكب الأرض. قل سيروا في الأرض. فنشوف في مناكبها. في المغفرة قالوا سارعوا وعجبت إليك ربي لترضى. يبقى سارعوا إلى مغفرة. يبقى الأول إيه؟ التوبة. يبقى التائبون. يبقى لازم أتوب. الأول. التوبة معلم من معالم الإنسان. معلم من معالم حياة المؤمن يعني. صحيح. تجديدها كل شوية. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وجنة عرضها السماوات والأرض. قال رجل يا رسول الله الجنة عرضها عرض السماوات والأرض. فأين النار؟ قال إذا جاء الليل
فأين النهار؟ حيث شاء الله. تمام. فذهب وسأل أبا بكر فسأل نفس السؤال, أجاب نفس الإجابة دون أن يرى رسول سبحان الله. فذهب إلى عمر فأجاب نفس الإجابة. فلما عاد رسول قال عجبت لكم, ماذا أسأل سؤال؟ قال ولا سألت فلانا وفلانا لقالوا لك. هذا من باب النفس الملهمة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة المتقين. من هم؟ تعالى للصفات. الذين ينفقون في السراء والضراء. يعني ايه؟ يعني في لحظة الشكر ماذا أصنع؟ أنفق. وفي لحظة الابتلاء ماذا أصنع؟ أنفق. أيضا أنفق. مش ساعة الخير أنفق, وبالعكس ده أنت في ساعة الضراء يعني خليك يعني لابد. كما قال ربنا تبارك وتعالى لأبي بكر الصديق في سورة النور, نعم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية وليعفوا وليعفوا وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كان يعطي مصفح مصطح 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 بن أثاثة كان قريب له صحيح. فالذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكرم يعني ايه؟ الكرم هو امتلاء القربة اصلا في اللغة. صحيح. عارف القربة اللي بتاع السقاء بتاع زمان؟ نعم. فلما كانت تمتلئ هي لينة لينة لازم تربط ربط ايه؟ قوي كمان. تمام؟ وإلا لما يحطها على الدبة تبقى حنينة على الدبة. صحيح. طبعا اولادنا وبناتنا الذين يرون نتكلم نحن عن تاريخ. يعني لكن المهم يعني السقاء هذا سبحان الله يعني القربة هذه لما تمتلئ وتنتبه يعني خلاص جوف وامتلئ. فلما تفرغ ذات هكذا الغيظ يصنع في قلب وصدر المؤمن تتغتاظ من الموقف تنتفخ. ولكن لابد ان تربط كما ربطت على فوهة القربة, اربط على فمك كي لا يخرج هذا الغضب دفعات متتالية في من امامك. سبحان الله. انت ربنا قال لك امتلئ امتلئ بنفس الانسانين. انا اغضب من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. بمعنى يعني انا لما استرضيك يعني بجيب واحد كده بغضب شيخ اعفو عنه ما في داعي ما تغضب عليه لا تفصله يعني لا تؤذيه امام الاسف والاعتذار ولا يرضى ولا يرضى. قال من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. سلم يا رب. ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار. ما يعذب الله عزكم الله يعني لانه بليد بليد العواطف. فالانسان يغضب. الرسول كان يغضب اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. ولذلك ربنا ما نفاش عن المتقين انه ايه؟ انه يغتاظ. امر طبيعي يغتاظ. بس المهم ما تفرغش هذا الغيظ, اربط برباط الشرع. ده وصفهم بكظم الغيظ الغيظ الشديد. ما هو كظم يعني هو امتلأ الصدر. يا ساتر امتلأ كثير كثير امتلأ خلاص خلاص على وشك. ولذلك سبحان الله اللهم اجرني من حر غضبي. لما الانسان يغتاظ اول شيء ينظر في المراه يا ساتر من هذا هو صحيح. بعدين يتوضا الغضب من الشيطان الشيطان من النار بالصلاه بعدين يدعو بعدين يغير وضعه سبحان الله العظيم. اذا غضب انسان فليصنع هذه الامور يغير ما هو عليه واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ايه اللهم اجرني من حر غضب والكاظمين الغيظ. يعني بعضنا يقول انا في ساعة الغضب لا ادري ما اقول فاسمح لا يعود نفسه في رياضة. هو انا قد اكون غضوبا قد اكون حليما لكن بالرياضة النفسية استطيع ان افعل هذا. القرآن لما قال في وصف جهنم والعياذ بالله تكاد تميز من الغيظ. والعياذ بالله تميز يعني تتكاد يعني ياكل بعضها بعضا. سلم هكذا يفعل الغيظ بالانسان والعياذ بالله رب العالمين. هذا مطلوب منا ان نفعله حتى نذهب الى الجنه يعني شيء صعب قاسي يعني. ما هو ما الحفه الجنه بالمكاره يعني ما دام ضمن المكاره. لا اله الا الله ضمن المكاره سبحان الله. سيدنا عمر فضل الراجل يعني يغضبه ويغضبه ويغضبه بدا عمر يعني فابن عباس جنبه قال يا امير المؤمنين قال ربنا واعرض عن الجاهلين قال صدقت. خلاص 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 يعني انت جاي عند امير المؤمنين وجاي عند عمر بن الخطاب انا برضه بعيد اعمى يعني سبحان الله لان يا اخي اياك ان تاتي وتقترب ممن اذا قال فعل مفيش داعي يعني الانسان كيس فطن صحيح ما تجيش عند يعني يا اخي حد يقف امام القطار لا صح يعني حد ياكل مع الاسد
يا ابني سيب الاسد ده كله لوحده وروح انت لحته ثانيه. صحيح. يعني ما فيش داعي لان سبحان لابد لابد كاظم الغيظ. والكاظم من الغيظ ايا كان سبب هذا الغيظ. ايا كان هذا الغيظ يكظم الاول وان يفكر وان يبتدي يتصرف. يعني لا يتصرف بانفعال وبغيظ. اصل هو اقول لك شيء اعمل احصائيه مما اسمع مدى اكثر من 30 سنه انا والله يا سيدنا شيخ كنت في حاله غضب كده وزوجتي وده طالق. مثال ما فيه مسلم الايام دي بيطلق هذا الطباق اللي انت عارف الطلاق يتم ازاي؟ ناس عقلاء ووضح للطرفين انهم ما ينفعوا مع بعض ما تصلحش الحياه خلاص؟ جاء الحكمين الحكمين فشلوا استفتوا عالم العالم خلاص؟ جلس الاثنان لمصلحه البيت ولمصلحه الاسره ولمصلحه العائلتين بهدوء كما دخلنا من 20 و30 سنه بهدوء نخرج معروف او تسريحهم باحسان ما رش بربيها لما تحسب بغضب وضغط وضرب وسبحان الله فاش هكذا هكذا هذا هو الاسلام هذا لكن غير كده مفيش اسلام نطبقه يا ما احنا بعيدين لان احنا مش فاهمين على ده في بعض الاخوات يقول لك وعين هو يا سيدنا الشيخ رمى علي يمين الطلاق فخرجت الصبح رحت قعدت مع غرفه الاولاد كنت اخرج في الصاله بتاع البيت اغطي شعري ليه يا ست تغطي شعرك؟ ما اصل طلقنا الله من جابك تغطي شعرك؟ لان امها قالت لها هذا الكلام لا يجوز لها الله قلت يا بنتي امك قالت لها لكن ابو حنيفه ومالك والشافعي لم يقولوا هذا لم يقولوا هذا ده بالعكس لعل وعسى شوفها معديه يدين شويه تقعد مجريها تاخد الولد وانت خارج يعني كلمه كده كلمه كده من باب من باب التماحيك يعني الامور ترجع لمجراها لكن احنا للاسف احنا عندنا فصل تام ما بين الدين وبين واذا اقترب منها يسقط الطلاق اذا وضعها عليها خلاص يبقى او كلمها او حادثها او يعني خلاص النفوس تهدأ النفوس تهدأ والكاظمين الغيظ وبعدين والعافين عن الناس الله بس في عفو يعني العفو عند المقدرة مش العفو العفو الضعيف لا يعفو قوي يعفو وقادر يعفو وقادر سبحان الله يعني أكبر مثال للعفو يوم فتح مكة ما تظنون أني فاعل بكم طبعا عفو كريم أنا عفو كريم خير خيرا شوفوا يا أخي خيرا لا إله إلا الله خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء فقال في نفس واحد ألفان منهم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله كلمة العفو تلك دخل ألفين في الإسلام العفو يسع الناس سبحان الله ولكن كيف أتعلم العفو مع الناس وأنا لا أعفو عن, 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 عن القريب الذي في بيتي وعن الجار وعن العامل الذي تحت يدي وإن الشخصية والكرامة والرجولة هذه ملكات شيطانية وأنا لا لا ما الأنا عندما تعلو فظن شرا الأنا لما تعلو خلاص خلاص يصير إبليس ويصير ما احنا قلنا فينا أخلاق سبعية تهجم صحيح وأخلاق شيطانية تحقد محقد سبحان الله وبعدين أخلاق ترابية ترتكس صحيح. لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه هناك أخلاق ملائكية هذه الأخلاق يغذيها نور الإيمان لما يجلس كده يقول له يا سلام الله يرضى عليك بارك الله فيك هذه تقوى فضيلة الشيخ تقوى هي فطرة لا 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 تقوى لا دخل له بها تقوى تقوى طبعا تقوى الإيمان يقوي يعدل النائل ويقوم المعوج يعني أحدهم يقول بلغت من الكبر عتية لن تصلح نفسي بأي شيء لا 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 بالعكس يقوم الإنسان نفسه إلى أن يموت ولو بلغ من الكبر عتية لو بلغ 100 عام في أخلاق تقوى قال ربنا والعافين عن الناس أي جميع الناس أي ناس أي مطلق ناس. العفو مطلق العفو كل المخلوقات التي خلقها الله من البشر من بني آدم أعفو عنه ابتغاء مرضات الله مش منظرة مش مسألة أننا عشان يقال عني أنا رجل كذا وكذا لا من باب أن الله سبحانه وتعالى لما أعطاني هذه الملكة يا سيدي خلاص عفونا عنك عفونا عنك يعني نذكر الخادم الذي أوقع على هارون الرشيد على هارون وقال والكاظمين الغيظ أمير المؤمنين قال كظمت أيضا قال والعافين عن الناس قال عفونا عنك قال والله يحب المحسنين قال أنت حر بوجه الله وهذا طريق آخر لدخول الجنة الإحسان الإحسان وقصة أبي هريرة مع قاتل صاحب البستان نفس القضية ما هي؟
لما جاء الرجل الاعرابي وربط ناقته خارج البستان ونام وقطعت الناقة الحبل ودخلت عاثت في البستان فسدت كسرت اشجاره, جاء صاحب البستان ضرب الناقة فنفقت ماتت ما قتلها. استيقظ صاحب الناقة امسك في تلابيب صاحب يقول لسبب نفقة للحيوانات ومات الانسان صح كده ما شاء الله تمام ايوه كده ده مهم وجود لغة في الجلسة. بارك الله فيك. أتعلم منكم يوم. لضبط إيقاع اللغة. فلما تصارع صاحب الناقة مع صاحب البستان قتل صاحب الناقة صاحب البستان. قتل. سلم يا رب. اجتمع أهل القتيل تعالى القصاص. قال دعوني أعود إلى قبيلتي أوصي وأرجع. ضحك الناس. يا رجل تقتل صاحبنا وتقول أنا لا لابد. في هذه الضوضاء يمر ابو هريرة كان في عصر التابعين. ما الذي حدث حكى له القصة. قال انا اظن الرجل. ابو هريرة يضمن. تركوه. لا بأس. ايام ما كان الناس تحترم. يضمن. يضمن. يضمن خرافة. يا سبحان الله. ضامن وغارم. طبعا. مرة مدة طويلة ولم يعد الرجل. ذهب اهل القتيل لابي هريرة. تضمن من لا تعرف يا ابا هريرة. قال كي لا يقال ان اصحاب المروءة قد ولوا. يا سلام. فإذا بالرجل يظهر على الأفق. سبحان الله. نفس اللحظة. يعود. جاء. قال والذي أعادك يا رجل؟ نحن لا نعرف لا اسم قبيلتك ولا من أي بلد أنت ولا. قال كيف يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا. أنا قد عهدت ولا بد من الإيه؟ الوفاء. قال أصحاب القتيل ونحن قد عفونا كيف يقال إن أصحاب العفو قد ولوا. الله. الله. هؤلاء تلاميذ محمد. هؤلاء تلاميذ محمد. دي مدرسة محمد. وبعيدا عن مدرسة محمد ضللنا. لو أرادت الأمة أن تعود إلى حوزة الإيمان وتسلك طريق الجنان لابد من العودة إلى مدرسة دار الأرقم وإلى مدرسة المدينة المنورة وإلى مدرسة رجل كأبي هريرة عندما يثبت للناس أن أصحاب المروءة ما ولوا وصاح والقاتل أصبح يعني يقول إن أصحاب الوفاء ما ولوا وهؤلاء يقولون إن أصحاب العفو ما زالوا على قيد الحياة. نعيد أن نعيد المروءة عند أبي هريرة. أيوة. الوفاء عند الرجل صاحب الناقة. العفو عند أهل القتيل. المروءة والوفاء والعفو. طب ولذلك ما أحوجنا إلى إحنا ما أحوجنا إلى الخلق. أنا لا أريد العلم. معذرة أنا ليس ضد العلم. لا نعلمنا الناس بما فيه الكفاية. لما علمنا أولادنا في المساجد ها نسيتم التربية. وأغفلنا التربية طالت إلى ألسنتهم علينا. هذه مشكلة. لكن لو ربيناهم وزكينا أنفسهم لحصلنا على شيء آخر. وأنا أهيب بإخوان الدعاء أن يركزوا على جانب تربية السلوك عند أبنائنا وبناتنا في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس وفي كل مكان. نعم. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله رب يحب المحسنين. اقرأ اللي بعدها. والذين إذا فعلوا فاحشة اللي بعدها أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ها فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. خلاص هو مرة أخطأ ومرة تاني أخطأ ومرة قال لك ما أصر من استغفر من الذنب ولو عاد إليه 100 مرة. ما أصر بما استغفر يعني ولم يصروا على ما فعلوا يعني إيه؟ قال لك الإصرار ها واحد مع توبة يعني ما أصر من استغفر ها ولو عاد إليه 100 مرة طالما أنه يستغفر يبقى مش مصر. ليس هذا استهزاء بالله. لا 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 بالعكس لا شو هو يعني يتوب ويفعل يتوب ويصنع ما هو يتوب وهو نيته أن يتوب لآخر مرة خلاص. قهرته نزوات وضلال والبيئة المحيطة الرفقة السيئة إلى آخره. سبحان الله هو مش خاطر 99 وأكمل بالمئة وأنا يا ابن الحلال روح أرض تانية وبدل الأرض لابد شرط التركيز على النية في عدم العودة إليه مرة أخرى ويعلم الله صدق نيته. ليه؟ في كل مرة يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له ثم يعود علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له في مرة آخر مرة يقول إيه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنب أو للذنوب إلا أنا أشهدكم أني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. ثم تاب عليهم ليتوب. ثم تاب عليهم يروح يغلق المحبس بتاع الإيه؟ المعصية. خلاص. يغلق في وجهه باب المعصية حتى وإن سار نحوها.
يغلقها في وجهه. فاسال الله خلاص خلص. من ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب؟ اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي؟ راح فين؟ راح فين؟ تعالى تعالى هنا. لانه سبحان الله علماءنا الله يرضى عنهم ويرحم من مات منهم قالوا لنا ايه؟ المؤمن لا يقع وان وقع وجد متكئا وهي رحمه الله ونعم بالله. هو لا يقع حتى وقع اي وقع يوم يتسخ بتاعه يدرس سبحان الله. والذين اذا فعلوا فاحشه اي انا امشي مع فضيلتكم بالطريقه الاكاديميه طيب اود وضع نقاط توصلنا الى الجنه طيب. والكاظمين غيظ العافيه الناس والله يحب المحسنين ايوه. والذين اذا فعلوا فاحشه التائبين المستغفرين من الذنوب تمام التوبه من الذنب التوبه من الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اذا نضع عدم الاصرار على المعصيه شرط. فكره يعني شوف انا انظر الى العاصي ها على انه مريض على انه مريض نعم. اذا نظرنا له انه مريض المريض عندما اعطيه الدواء كيف اعطيه الدواء؟ بس انا عايز اعطي الولد عنده 4 سنوات الدواء مر كيف اعطيه احيده ودلله عشوائي ونهدله وبعدين نقدم له ونضبط عليه ولا او متلوي مش عارف لعبه ايه وده لا. هكذا المذنب ليه؟ لانه يرى المعصيه حياته المعصيه يعني ابراهيم بن اثم قعد كده طلع يسرق البيت يسرق هو كان الاول قبل يعني في ايام الذين هو ذا فعل فاحشه سبحان الله. الله فمن كرم الله صاحب البيت يقوم الليل ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد آن يا رب يا سلام وقعت الكلمة في مقتل سلام. او وقعت الكلمة في موضعها يا سلام بس ألم يأند لا خلاص نزل صار ابراهيم سبحان الله. فهي القضية ايه؟ ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ولولا ان يخلي الله بين العبد وبين العجب لما جعله يقترف ذنبا فخلى بينه احيانا بالذنب حتى يخف ما عنده من عجب حتى يذل الى الله رب العالمين. يا سلام من باب ايه؟ انه الرب المربي انه الرب المربي سبحان الله. اتركوا يعني عبد سبحان الله لم تذنوا ثم تستغفرون لا ذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. هي كده والعبد رجع العبد المؤمن رجع الى الله نعم. فمدام خلاص رجع سبحان الله العظيم خرج من الذنب كام والدته وامه ما في مشكله بفضل الله. ولذلك في مقومات لمساله العوده دايما ايه؟ الصحبه الصالحه مهمه البيئه اللي موجود فيها لازم. اذا كانت طبيعه العمل تحتم على المسلم هذا السلوك المتدني مثلا لا العمل الذي يعني يعمل في كازينو يعمل في فندق لا هو لا يعمل شو هو يعمل في قهوة مثلا لا يقول لنفسه لو جاء عبد الله بن عمر أيأذن له عمر أبوه أن يعمل في هذا المكان؟ لا بس يعني لو جاء محمد بن أبي بكر هل أبوه أبو بكر يرضى له هذا المكان؟ لكن هو هذا عمر وهذا أبو بكر معليش هم قدوتنا هذا ابن فلان لا معليش هم قدوتنا وأسوتنا ونحن على الدرب سائرون. الضغط الحياتي يعني هذه مشكلة اجتماعية كما تعودنا أن نهبط للواقع دائما يشكل ضغطا على الإنسان أن يجعل أن يعمل في أي عمل يعني ربما يضطر للعمل في مكان مثلا إذا لا يوائم الشريعة. إذا كان هذا رزقه من حرام هل يدرك انه لو انتظر وتاب سوف يرزق بنفس المبلغ بس من باب الحلال؟ سبحان الله. مش قلنا من قبل ان اللص لو لم يسرق لجاءه هذا المبلغ حلالا بقواعد سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان الله قلنا اين المخرج اولا؟ لا 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 اتق الله اولا ازرع الشجره ثم خذ الثمره. مفيش حد ياخذ الثمره لا ما فيش مضمن لا الضمان عند الله الضمان هو الله والذين يؤمنون بالغيب. عبد الرحمن بن عوف قال والله لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه والله لو رفعت حجرا لكان عندي من اليقين ان اجد تحته دينارا من الذهب ولو امسكت التراب لصارت ابرا بفضل الله من العمل من التجارة بس عنده يقين هذا ما ينقص. ان في الجنة لغرفة الغرفة تقال عند العرب اللي هي الافضل مكان في البيت
يسموها حجرة الجلوس، حجرة الاستقبال، المجلس، الديوان، سميه ما شئت يعني سبحان الله. فإن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. جميل ما شاء الله. قالوا لمن يا رسول الله؟ أي نبي ده يصدق؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس النيام. قالوا من يستطيع؟ قال أمتي تستطيع، من لقي أخاه بوجه طلق مبتسم فقد ألقى السلام. ألقاك بوجه طلق. لمن أطعم الطعام، أطعم الطعام، من أطعم زوجته وأولاده طعاما حلالا فأشبعهم فقد أطعم الطعام. هو يعني هامل حاتم الطائي يعمل القرى والقرى الضيفان؟ لا نعم. أطعم الطعام وألان الكلام. الآن يعني يتكلم مع إخوانه بإيه؟ بالكلام الطيب الليل. فبما رحمة من الله لنت. وبعدين وأفشى السلام اللي لقى أخوه المسلم يسلم عليه. ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام. العشرة الحسنة بعشرة، الثلاثة الثلاثين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى صام الدهر كله. هذه لهذه الغرف العجيبة سبحان الله. سبحان الله. نعم. تشوف البر شيء هين. وش انطلق ولسان الليل. فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين تقطيب وجهها يغلق صدري. انا نفسي اطلع في المحاضره كده السلام عليكم كلهم قلت لا رب لا اله الا الله خير يا اخوه في بقال الله ان الله وان الله رجوع الله في ايه سبحان الله. يا اخي الرسول كان طلق المحيا يعني جد يعني نعم بس لاننا جدون معلش بس في درس المجلس كده لقيت عالم دخل او واحد كبير بس او الناس قاعده تتكلم على الواحد يتبسم. هو هل كان الرسول عليه الصلاه والسلام هكذا؟ لا كان الرسول بساما محيا صلى الله عليه وسلم وكان يبتسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاه والسلام. كان هشام بس هذا هشام سبحان الله. من الصحابه مثلا كان لا لا لا, لا ما كان ما كان من الصحابه ما نعرف من الصحابه وما قرانا ان واحد منهم كان مقطب الجبين. هم كان في المعركة رجال لكن مع بعض سبحان الله كانوا يتنادحون البطيخ يعني ينولون بعض فمن وقعت منه دفع ثمنها. يلعبون يلعبون يا اخي لا اله الا الله بالظروف المتاحة سبحان الله. الله ارموا بنو اسماعيل ان اباكم كان راميا سبحان الله. مالنا عقدنا الامور هكذا احنا عقدنا الامور لاننا لم نفهم الاسلام. لو فهمنا الاسلام شوف ما خير الرسول بين امرين الا اختار ايسرهما. في مجموعه من اخواننا عايشين معنا في بلادنا تلك او في, 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 في عالمنا هذا يعني سبحان الله. ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما لكي يضمن الجانب الاصح على الاقل هو لما لا يبوب باثم احد. معلش يعني بس في نقطه في ايسر وفي احوط. فما تقول احوط 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 جعلت الدين مجموعه احوطيات. ما الذي كسبناه نحن؟ في اخ ايسر الرسول لو موجود هيختار ايسرهما. يبقى الحد ايه؟ الايسر. لا لا بعثت ميسرا لا معسرا. كونوا ميسرين لا معسرين. يسروا ولا تعسروا. بشروا ولا تنفروا. وكونوا عباد الله اخوان. ياتيك انسان مذنب يقول ما شاء الله عليك لا قوه الا بالله الله اكبر. يا اخي انت مجرد تيجي لغايه الشيخ بحركه ده بارك الله فيك ايه الكرم ده؟ وان شاء الله رب العالمين وجهك كده في صلاح. اقول لا لا سبحان الله سبحان الله. هي تفتح نفتح قلوب الناس بهذا. اما انا والزمن والضغط العصبي والهوى كله بعد طبعا لنا نتركه لمن؟ لا بد ان نفتح له باب الخير يا اخي. صحيح بارك الله فيكم. فيكم ان شاء الله. وقفه قصيره ونواصل اللقاء مع فضيلتكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء. ابقوا معنا نواصل بعد هذا الفصل. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشريقه اف ام 94.4 نحيي حضرتكم مجددا ومعا نحيي الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. ونواصل الطرق المؤديه الى ابواب الجنه وتلك الاعمال من كتاب الله على بركه الله. يا سيدي فاستجاب لهم ربهم. كان في دعاء من قبل في عده ايات من قبل. نعم. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. ثم فصلت الايات من هم. فالذين هاجروا المهاجرين واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
يبقى المهاجرين الهجرة في سبيل, الهجرة في سبيل الله يهاجر زي الطهد فيهاجر. سبحان الله, ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, فهاجر في سبيل الله. ومن يخرج في ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. صحيح. ومن لا يخرج في سبيل الله ثم يدركه الموت فربنا غني فقد وقع أجره على الله. يعني إذن هو شوف اعمل يعني لا هجرات بعد الفتح, ولكن جهاد ونية, نية أنك إيه تهجر هجرة حقيقية. يعني أهجر المعصية إلى الطاعة, الخنوع إلى العمل, الكسل إلى المواظبة. كل ما أرى غير المسلمين ممسكين بزمام الحضارة تدب الغيرة الإسلامية في قلبي, فنعمل إيه؟ تعالوا يا إخوة نفكر من أين هو ضعف الأمة, في إيه؟ في التدريس, في الهندسة, في الطب, في نعمل يعني مؤتمرات ونجتمع ونادي قرارات ونعطيها للحكام وفيهم أهل فضل وتبدأ الأمة تتحرك هكذا, وإلا طريق الجنة مش كده. أنا أول كده نسبح 100,000 تسبيحة وبعدين, هذه نوافل وهنا فرائض والتبعات المترتبة على ما تفضلتم بهم الآن في الحياة الدنيا. نعم. يعني إذا قلت الإخوان قبض عليهم وزجوا في السماء. إحنا لا نعادي أحدا, نحن نريد أن نصل بالأمة يعني حكاما ومحكومين إلى بر السلامة. نحن نريد نهضة للأمة. من يكره من الحكام أن يحكم شعبا يحبه وأن يقوم بمجهود ويعمل, لأن الإنسان عندما يعمل سبحان الله ثمرة العمل طيبة ربنا يبارك. صحيح. بس يعني إلى متى تظل كثير من الدول الإسلامية يده هي السفلى؟ الله. وربنا قال وأوذوا في سبيلي. ما هي نفس القضية. في سبيل الله أيضا. هاجروا وخرجوا من دياره وأوذوا في سبيل. يا مؤمن ده أم سلمة لما خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله شدوا ابنها سلمة من ذراعه, أهله يشدوا, أهل أبوه عايزين ياخدوه عنده. سبحان الله, إلى أن خدعت ذراع الولد, إلى أن قام رجل قرشي لم يكن مسلما بعد ووقف قال قام استحوا من الله, يعني استحوا من الله, ما هذه أخلاق العرب يعني كيف يعني سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا الرجل في الأسر عفى عنه وأخرجه مكافأة. يا أخي لا تضيعوا الكلمة. لا طبعا طبعا يا أخي, هذا الخروج سبحان الله. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاملا وأسقطوه من فوق البعير وظلت تنزل 6 سنوات متواصلة, ونزل الرسول إلى قبرها وقال هذه المرأة المسقامة أمة الله المسقامة تلك, كاد القبر أن ينضم عليها لولا أن تفعت لها عند ربي فاتسع قبرها. يعني هؤلاء أوذي الصحابة سبحان الله العظيم. خباب بن الأرت فانه أبو سفيان يقول له أتجلس في بيتك أنت بين أولادك وأهلك ومحمد مكانك؟ قال أن تقطعوني إربا إربا ولا يشاك رسول الله بشوكة. أوذي بلال وبلال وجر على رمضان وعمار وام عمار سمية اول شهيدة في الاسلام قال صبرا قال ياسر فان موعدكم الجنة. ايه العظمة. ابن مسعود وهو يقرأ سورة الرحمن في من يسمع قريشا فقال انا, قال ابن مسعود اجعل رجلا له يعني عشيرة سبحان الله. لا, ويقرأ الرحمن ويضربونه على رأسه بالنعام وتقطع اذنه في سبيل الله عز وجل. في صلح الحديبية من يذهب الى قريش اذهب يا عمر, أقول أنا رجل صعب الشكيمة يا رسول الله, إن عثمان من القوم مكان وهو رجل يعني يجيد. شوف التنازل. يا سلام. مش أنا. أنا 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 إيه. كل ما تلاقي واحد يقول لك أنا أعرف أنه مريض نفسية. لاحظ بعض الناس كده وهو جالس يقول أنا دي 20 مرة. وأنا أرى والله أعلم ما أفتأت على علماء النفس, ربما أنا متأكد أن من قرر أنا فهو مريض نفسي. يعني أنا. قالها ابليس انا فلان. قالها ابليس لا اعرفك انا مين. ما بس ولا يسوي شيئا, ولا لا يملك نفسي لا فتيلا ولا نقيرا ولا خطميرا ولا شيء سبحان الله. يقول الحسن البصري بامير من انت عبده هو عبدي. قال كيف؟ قال انت تعبد الدنيا والدنيا تعمل عندي. انت من الناس ايه؟ السلام العزه الاذاء في سبيل الله, الهجره في سبيل الله, والقتال في سبيل الله. بالضبط. وقاتلوا وقتلوا وشهداء. تمام. نسيت هذه طريق الجنه. طيب, تلك حدود الله في النساء. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. طاعه الله ورسوله الاطار العام للايه؟ لدخول الجنه. صحيح. طاعه الله ورسوله. طيب يا سيدي, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في سورة النساء, اللي أمر بصدقة
او معروف او اصطحب الناس. يعني حياته ابتغاء مرضات الله. شوف هو بيكون المسلم بعمله يكون لا يبتغي الا الله ان شاء الله، قاعد القواعد بحيث انه مش يعمل عمل طيب نصه كده ونصه كده، ناخد شويه وشويه شويه منظره الاهل الدنيا. لا 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 لله، الله لا يقبل من العمل الا 100%. انا اقل 1%. لا لا لا، شوف انا اغنى الاغنياء يعني الشرك، حديث قدسي، حديث قدسي صحيح. انا اغنى الاغنياء يعني الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي ايا كان هذا النصيب. شوف ولو لا اله الا الله ما فيش، لازم لازم لا يقبل من الله الا من العمل الا اخلصه واصوبه، لازم الا اخلصه واصوبه. اخلصه بمعنى اخلصه خالص لله وحده واصوبه ما كان على الكتاب والسنه. يا سلام، لكن اعمل انا الف مؤلفات من عندي، افكر ان اعمل نسخ الدين جديده؟ لا 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 لا. تعال يا سيدي، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. هذا بالك من دي الله، هو واحد ودخله هو يعمل الصالحات وهو مش مؤمن، وهو غير مؤمن يعني كيف يعني؟ لا وهو مؤمن ها ان هذا العمل خالص من الله الكريم. ليس مؤمن في الدين الاسلامي، هو مؤمن بالقاعده، هو مؤمن بالقاعده، وهو مؤمن أن هذا العمل ليس إلا لوجه الله. يا سلام، هذه منحاها. نعم، لكن هو القاعدة لازم يكون مؤمن. صحيح، ما يعمل الصلاحات، أصل التاني لما حكوم عليه خلاص سبحان الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. من سبحان الله، يعني والله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. لحاتم الطائي، لبنت حاتم السفانة، بنت حاتم الطائي لما وقعت في الأسف. لا والله لو كان أبوك مسلما لترحمنا. الرسول أخرجهما كرامة لأبيهما. طبعا بشكل الله. وهذا يري كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، خلق سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. يا سلام، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا سلام، يعني هذا الانسان العظيم، يعني سبحان الله، انا جيت عشان اكمل. ورجل له ابوها، هذا رجل كان عنده مكارم اخلاق. اذا جل رساله النبي عليه الصلاه والسلام مولانا في مكارم الاخلاق، في الاخلاق. ان جاءكم من ترضون ايه في الزواج، من ترضون ايه دينه وخلقه، ترضاش دينه بس ليه؟ ها دينه، لكن دينه وهو مقطب الجن ومتكبر على الناس، عامل بيه خلقه سيء، عامل بيه مش احنا في دعاء السفر كنا في برنامج مره في هذا ديننا، اعوذ بك من كآبة المنظر. دعاء السفر هي كآبة المنظر يعني يعني سبحان الله كآبة المنظر يعني يعني والعياذ بالله واحد رحله بس تركب الطائره كده واحد ما شاء الله السلام عليكم اهلا. انت تخيل ده لو طالت الرحله 7-8 ساعات في الطائره، هذا سيد انت مسجون في كرسي الى ان تتمنى ان تهبط الطائره بسرعه. كآبة المنظر، فده كآبة المنظر سبحان الله. لا ترضى خلقه، لا ترضى خلقه، انا اريد ان ترضى دينه وخلقه لابد. يعني ولا يعبأ باذا قيل انه رجل جاد هكذا. لا لا، شوف الجاد في الامور الجاده بامر مطلوب، ولكن في الامور الطبيعيه الصحابه كانوا يضحكون في ايه؟ نعيمان ولا بأس ان يتخذ قرارا وهو مبسوط اسرير وجهه. طيب مش كده يعني؟ لا غرابة في هذا. يعني نعيمان كان نعيمان كان صحابي. لا. وكان يجيد الايه زي ما يقول في اسلوب العصر المقالب، يعمل مقالب في الصحابة. فكان يروح ايه ياخذ يسرق مثلا او ياخذ جمل ويقول لهم ايه ثمنه عند هذا الرجل، والناس ما يعرفوش من هذا الرجل. انت ماذا تعمل؟ انا عبد عنده. هو من هذا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يقول ان هذا عبد عندك واريد ثمن البعير. ابتسم الرسول يعطي الناس ثمن البعير. سبحان الله. ويتمسك هكذا. سبحان الله. هكذا يسع الناس بخلقه صلى الله عليه وسلم. فهذا المنطق. فأين نحن من خلق رسول الله؟ سبحان الله العظيم. يعني ال سبحان الله العظيم الذي وضعه يعني وضعته تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة كان عبارة عن رسالة كاملة، وتصلح أن تكون رسالة كاملة، لأنه وضع القرآن بتنفيذ عمله. كان قرآنا يمشي على الأرض. كان خلقه القرآن، أوجزت فأفادت فأجادت رضي الله عنها.
كيف كان خلقه يا أم المؤمنين؟ قالت كان خلقه القرآن. الخلق اللي في القرآن كان هو رسول الله في هذا المنطق. لا. سبحان الله. تعال يا سيدي. قال الله في المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق مش في القول بس، والعمل. الله يرضى عليك. طب في القول نعرفه، طيب في العمل. اقول لك فيه، لما الحسن البصري قرأ الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال فما بالنا نحن نكذبون. الله سبحان الله، لا يسأل الصادقين عن درجة صدقه. يعني مش الصادق ده يروح جاي كده من القبر وراح داخل على الجنة، وتعال يقيسوا درجة الصدق، ده صادق. فالحسن البصري قال الله، طب الكذاب اللي زي حالتنا ده الحسن البصري ماذا نقول عليه؟ عليه الحسن ده رضوان الله عليه. لما امه كان بتعمل عند ام سلمة، قالت لما ولد امه اخذته ودخلت على عمر بن الخطاب وامير المؤمنين، قال هذا ابني ولد الحسن، حنكه يا امير المؤمنين. فاخذ سيدنا عمر التمرة ومضاقها واخذها، قال اللهم علمه الكتاب والحكمة. من ساعة ما بلغ الحسن كان لا ينطق الا بالحكمة، كل كلامه حكمة، ويسمى رضيع ام سلمة. كان كانت ام سلمة لما امه تذهب للسوق، كانت ام سلمة عبرت 75، فكان يجري اللبن في ثدي ام سلمة لترضع الحسن، اسمه رضيع ام سلمة. لا اله الا الله، رضيع ام سلمة. فرضع الحكمة. يا ابن ادم طأ الارض بكلتا قدميك، هذا من كلام الجميل مما تعلمنا صغارا. يا ابن ادم طأ الارض بكلتا قدميك، فعن قليل سوف تصير قبرك، واعلم انك في هدن عمرك منذ ولدتك امك. صحيح. كانوا مالك مستبشر كده واحنا كلنا في ضنك الدنيا والهم والغم والبيع والشراء؟ قال امور اربعه. حط فلسفه الحياه كلها في كلمات. علمت ان رزقي لم ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت ان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت ان الله مطلع علي في كل لحظه فخشيت ان يراني على معصيه، وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقاء الله. يا سلام، بهذا المنطق، هكذا بهذه الرؤيه، بهذه الرؤيه، سبحان الله العظيم. الصدق في العمل، يعني ايه صدق العمل؟ انا اريد ان اتبرع لقوم معينين، كويس؟ طيب لو واحد منهم رد عليه رد سيء، طيب الشهر الجاي مش هياخد، انا اعطيه راتب كمان، يعني يسيء اليه يقول لك ياكل يعض اليد التي امتدت اليه، صحيح، ينهش في مش عارف ايه ده. ان عدت فانفقت كما صنع ابو بكر مع مصطح فانا صادق العمل. وهذه ليست مساله سهله بدون تضرر النفس البشريه، تتضرر ولكن تتصبر، يتضرر لكن تتصبر. تقول يا سلام، ده هو ربنا ارسله لي عشان كيف اتعامل بالصبر، كيف اصابر، كيف اصطبر على ده في الصلاه. لا امر اهلك بالصلاه واصطبر عليه، مش اصبر عليها، لا واصطبر. ان يصبح الصبر لك عاده، عاده الصبر كده معروف انه ده صبر. سبحان الله، سيدنا علي قال ايه؟ ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، واصبر حتى يحكم الله او ياذن الله في امري، واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر. شديد، اذا الصبر عمليه صعبه. وتجلدي للشامتين اريهم. ابو كبير الهذلي، الله يرضى عليه، اني لريب الدهر لا اتضرر على ايه؟ ده هو بالله قوي، ده هو بالله قوي. والله اوجز فعلا، والنفس راغبه اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع. صح، عودتها. صح، عودتها. سيدنا علي ايه؟ قال ايه؟ الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. يا سلام، هذه حكم يجب أن. وكم من ملك رفعت له علامات رايات فلما علا مات. ولا يقول هذا الا جميل عمل. جميل، قول علي بن ابي طالب. جميل كلامك. طيب يا سيدي، في القول والعمل. ويا ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل،
الله في الأعراف. نعم. تجري من تحتهم الأنهار. خلاص يبقى كان في غل في الدنيا. صحيح. طبعا غل على الكفار والمجرمين والملحدين سبحان الله. نعم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شوف الأدب. مش أنا ذهبت المسجد، أنا علمت الناس، أنا حفظت القرآن. لا لا لا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. العمل. العمل الجاد لله، بس في نقطة. نعم. في نقطة. من على الباب بالرحمة. الدرجات جوه بالعمل. يعني نتفاضل في الجنة بالأعمال. لكن من على الباب ما فيش حد يدخل بعمله. أبدا. لا 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 لا. لا أحد ميزان و... لا أحد يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. شو أدب رسول الله. لا بد من الرحمة. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. جوا بالأعمال الدرجات. ده تعب أكثر، ده غمس الدنيا أقل، ده سبحان الله أدنى ما في الجنة وما فيها من دني يسير صاحبها راكبا 2000 سنة ظل شجر ظل ممدود. ده نهاية ممدود يعني 2000 سنة. الوماء المسكوب زي ما يسمونه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حده. هذا مسكوب بس محدود. سبحان الله. نعم. والاستماع بما كنتم تعملون. تعملون لله. يا الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. يعني ان كان خير يبقى تلاقي الخير. كادح انت حر. لا ينتقم ويعمل مؤامرات. ما كسبت وعليها. سبحان الله. طيب. على سيدي. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. يعني مش هما بس الصحابه. قالوا انت ماشي في نفس طريق الصحابه. لا. لكن قلت لك من قبل لما تيأس من الحياة او مش تيأس من الحياة يعني تهجم عليك وتنوء بكركدها عليك ويثقل كاهلاك بما في الحياة من هم وتنوء بكلكلها. ايوة الكلكل يعني بثقلها بثقلها ومؤنتها كالمسدات. نعم وانا ابك الكلب. قال الاعرابي لما وقع من فوق الدابه فتجمع الناس عليه شلولا قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنه افرنقوا عني. قال والله وقوعك على الارض افضل من كلامك. يلا خلينا نفكر على خليك واقع يا شيخ. الله يكرمك. لا كلماتك سهله. الله الحمد لله. كانوا مدعشرين بالقعطرين تحشرمت شرفتاه. الله يبارك. يعني الدنيا لما تهجم عليك بعد الاستغفار والعودة الى الله عش في جو الصحابة. جربها. نقول هذا كلام لكل المشاهدين والمشاهدين. يا الله. كأنك تستشعر زي ما يكون عندك جد صالح خال صالح عم صالح. يا فين خالي كان يقعد معنا. فين الشيخ اللي تعلمت على ايديه. وخد بالك يقعد معك جلسة خير كده. تستشعر راحة نفس. وما ذكر الصحابة في مجلس الا وانشرع صدور الجالسين. وما ذكر غيرهم في مجلس الا وضق الصدور. في ناس والعياذ بالله عند ذكرهم تضيق الصدور. صحيح. والعياذ بالله. وفي ناس ولكن اذا كان احدنا في تلك المصيبه والام الحياه يضيق قلبه عن ذكر ما تقول. لا لا اولا يسترجع جانب النعم الاول. يقول يا انا في نعمه. مثلي كثير. نعم. مثلي كثير. لا لماذا انا تحديدا. لا 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 لا, لا. هناك اصحاب المصائب اكثر. لا اصحاب المصائب اكثر. لو راى بلاء الناس لهان عليه بلاء. والله يعني سبحان الله كم من اناس عندهم من الابتلاءات ما تنوء به العصبة الا القوة. نسأل الله ان يفك كرب المكروبين. لا سبحان الله. نعم. يبقى اتباع طريق السلف الصالح اتبعهم باحسان. باحسان. ربنا قال ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم. لما واحد في الدنيا يقول ايه انت كسبت مليون دينار مليون جنيه مليون مش عارف ايه ولا ايه السلام فلان فاز. لا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وانا قال ايه
فوزا عظيما هو ده الفوز الاساسي. طب يعني هنا ضميم لما تفضلتم به رضي الله عنهم. ايوه. عن عمله. ايوه. ورضوا عن الله كيف؟ الله اكبر. قال يا عبادي سوف نأتي لك. نعم. اني سوف اعطيكم افضل مما رايته. نعم. قالوا ماذا ربنا وقد احللتنا دار المقامه من فضلك والى اخر النعم بكلها. قال سوف اسبغ عليكم رضواني فلا اسقط عليكم ابدا. قال العلماء وهذا تفسير قول الله تعالى ورضوان من الله اكبر. هنا رضي المؤمنون بمكانته فكانوا رضا عن الله. قال الله خلاص يا رب ما فيش سقط ثاني ما فيش قال الله اكبر استراحوا اطمئنوا. انا برضه العبد يخاف اكيد الله اكبر اكيد. نعم. الله اكبر بارك الله فيك. نتعرض لبعض من الايات ايضا. للذين احسنوا الحسنى وزياده. للذين احسنوا يبقى الاحسان. تمام. نعم. لا مش اي الذين احسنوا الحسنى يعني احسن الاشياء الحسنى. يعني مش عمل الحسنه يعني معنى التركيب احسن الحسنى يعني كانوا صنعوا صيغه المبالغه من الاحسان اقصى درجات الاحسان الحسنى. ولله الاسماء والله انا الحسنى مش الحسنه فهمتوها للذين احسنوا يعني الحسنى للذين احسنوا ممكن يعني الحسنى وهي الجنه للذين احسنوا يعني الجنه وزياده هذا بعض المفسرين يقولون الحسنى اي الجنه للذين احسنوا في الدنيا وزياده هي رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى يعني كده هذا الذين احسنوا الحسنى الذين حسنوا في اعمالهم واجادوها ووصلوا الى درجه الاحسان في العمل هؤلاء وصلوا لدرجه الحسنى في اجاده العمل وزياده من عندهم فالله اكرمهم بالزياده يوم القيامه يعني بقى الذين احسنوا الحسنى وزياده من عند كمان يعني مثلا ايه عمل الفرض والنفل الله عمل الفرض وعمل الخير يقول ايه انا عليا زكاه كام؟ يقول 2.5 من ايه يقول خدها 5 انا عليا كام 5 خدها 10 انا خدها 15 اقول لك بالنص مع الله هكذا سبحان الله العبد سبحان الله يبقى كده ايه وتاجر مع الله الله يرضى عليك هل ادلكم على تجاره هي دي هي دي التجاره سلام طيب يا سيدي والذين صبروا فرعت نعم هو منح اخر اهو صحيح والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صحيح واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار كم حسن كم من فعله اول شيء الصبر صبروا ابتغاء وجه ربهم نعم. مش صبر غصب عنه يعني مش هنصبر هنعمل ايه لا صبروا واقاموا الصلاه يعني ادوها كما هي نعم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه الانفاق سبحان الله ويدرؤون بالحسنه السيئه يعني كلما يصنعون سيئه يقابلون يقابلون اما لسبب الاحسان او السيئه لما يعملوها يدفعوها بالحسنه اولئك لهم عقبى الدار سبحان الله اللهم اجعلنا منهم يا رب نعم يا رب فارسي نستمر مع الايه ان هذا في الاسراء ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. يبقى عمل الايه؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات. تمام مؤمن الصالح. مؤمن ولكن عمل الصالحات. ما فيش ايمان قلنا من غير عمل. ابدا. تمام. تمام كده. ومن ياتيه مؤمنا ياتي الله عز وجل سوره طه قد عمل الصالحات. فاولئك لهم الدرجات العلى. بعمل الصالحات طبعا جميل هم يتفاضلون بهذا المنطق صحيح هذا هو التفاضل يعني سبحان الله بهذه الاعمال سبحان الله العظيم طيب ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اجتناب الكبائر طبعا 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 سبحان الله نعم ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون فتيلة الفتيل هو ولا يظلمون نقيرة نقير احنا قلنا النقطة البسيطة الثقب اللي في ظهر نواة البلح ده اسمه الايه نقير. النقير لما تقلب نواة البلح تلاقي فيها شق ده اسمه قطمير وفي زي غلالة رقيقة على الايه على النواة اسمه ايه فتيل. اخر كده فتيل وقطمير ونقير والانسان في الدنيا لا يملك لا نقيرا
ولا فتيلا ولا قطميرا. سبحان الله. تبدأ بالله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أغنى الأغنياء لا عنده لا فتيل ولا إلا بقدر الله. إلا بما رزقه. أغنى الأغنياء ما عنده نوى تمر. لا نوى تمر. حتى لو يعني لو عنده هو ما يملك منها شيء. سبحان الله. لا يملك لا فتيل ولا نقي ولا قطمير. نعم. لكن يسأل مالك الملك. ونحن نسأله على لسان فضيلتكم أن يغفر لنا بهذا الدعاء إن شاء الله. آمين يا ربنا. سبحانك اللهم العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. آمين. ولا كربا إلا أذهبته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا ضالا إلا هديته. آمين. ولا صبرا ضيقا إلا شرحته. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته ويسرتها يا رب العالمين. آمين. ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وهداية. آمين. ولحظة الموت روحا وراحة. آمين. وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. آمين. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين. آمين. ولأبنائنا الزوجات الصالحات. آمين. واطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. آمين. واعد إلينا المسجد الأقصى وأرض الإسلام جميعا وردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب. بارك الله في فضلاتكم فضل الشيخ على مقعدكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء شكرا لحضراتكم وعلى أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.